سلم تسلم بنت محمود الجديدة، وذلك إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، وقد تميزت بالعديد من الخصال الحميدة. ورقة تأبينية عن هذه الراحلة من إعداد الزميل محمد البديد. طيب الموت عن دنيانا الفانية المداحة المعروفة تسلم بنت محمود الجديد بعد وعكة صحية طارئة. وتعرف الراحلة في الأوساط الفنية بالنبوغ في مدح خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، حيث شاركت الراحلة في العديد من السهرات والمهرجانات المديحية في كافة مناطق الوطن، وعرفت بأدائها المتميز وصوتها الجميل في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراحلة تميزت خلال مسيرتها بالأخلاق الفاضلة والتواضع وحب الناس وفعل الخير، وبوفاتها تخسر ساحة الابتهالات إحدى أهم مرشديها الذين تألقوا فيها، وكانت لهم بصمات جليلة في المدح النبوي امتدت لعقود من الزمن. رحم الله المداحة تسلم بنت محمود الجديد وأسكنها فسيح جناته، وألهم ذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله الفقيدة تسلم تجديد ملان فإلى